في تلاحم أخوي يتحلى به رفقاء السلاح والهدف من أشاوس وأبطال المقاومة المشتركة بمواقع الاستبسال والتضحية. تستمر الزيارات العيدية التفقدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. فها هم أشاوس اللواء الخامس حراس جمهورية بتوجيهات من العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية. نفذ عدد من قيادات ومنتسبي اللواء الخامس حراس جمهورية زيارة ميدانية عيدية تفقدية يتقدمهم أركان حرب اللواء الخامس إلى إخوانهم المرابطين بمواقع العزة والشرف من أسود اللواء الثالث تهامة ولواء الزرانيق المرابطون بخطوط التماس بمديرية الدريهمي. ونقل الزائرين من قيادات ومنتسبي اللواء الخامس حراس جمهورية تهاني وتبريكات قائد المقاومة الوطنية لكل منتسبي وأشاوس اللوائين الزرانيق والثالث مشياه تهامة، مثمنين الأدوار البطولية التي حققها أشاوس تهامة مع رفقاء دربهم أسود العمالقة وحراس الجمهورية في تطهير معظم مناطق الساحل الغربي وصولا إلى مدينة الحديدة. وخلال تنقل الزائرين لإخوانهم أشاوس تهامة بخطوط التماس مع ميليشيات الإرهاب الحوثية، تم توزيع بعض الهدايا الرمزية العيدية للمرابطين بمواقع الاستبسال والتضحية. فيما أثنى أبطال اللواء الخامس حراس جمهورية بمستوى الحس الأمني واليقظة والجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال العيون الساهرة من أبناء تهامة الأشاوس، وكسر مشروع الكهنوت الإجرامي الطائفي والتصدي لكل محاولاته المستميتة صوب مواقع الأبطال منذ إعلان اتفاق السويد حتى يومنا هذا سادس أيام عيد الأضحى المبارك. والعناصر التخريبية الميليشياوية تحاول اختراق خطوط التماس مستقلة التزام أبطال المقاومة بضبط النفس وعدم الانجرار إلى ما تسعى إليه عناصر الخراب الميليشياوية لنقض العهود والاتفاقيات. ننقل لكم تحيات العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية، وشرف كبير وفخر واعتزاز لنا أن نكون موجودين من قبل العميد إلى هذه القوة السمر، إلى أبناء تهامة، إلى حاضنة المقاومات وليس المقاومة فقط، الله أكبر، حاضنة المقاومات. أنتم كنتم وفاء وإخلاص لأنكم أحفاد أبو موسى الأشعري الذي كان شعاره الإخلاص وليكن ما يكون. يكفيكم أن تاريخكم الماضي مشرق وأنتم تسطرون مع المقاومات أعظم دروس في التاريخ نلقن بها عدو الله وعدو البشرية وعدو الأرض، هذه الحوثي الشيطان العميل الدخيل أصحاب الأفكار الدخيلة ذول. لكن طالما ورجال أو أحفاد أبو موسى الأشعري بجانبنا نعدكم بأن النصر قادم وإن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ غدا سننتصر وسنصل إلى ميناء الحديدة وسنرفع يافطة كبيرة مكتوب عليها حث الخطى إلى ربا صنعاء. صدع الفراق قلوبنا صدعا، يا حبذا صنعاء وساكنها إن كان يغني حبذا صنعاء. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية. معكم نصدر التاريخ الجديد، ونحن أخوة اختلطت في هذه الأرض دماءنا. مهما اختلفت أسماؤنا فإن الأسماء تختلف لأب واحد يسمي أبناءه، وكذلك الأم تسمي أبناءها، لكن نحن جميعا أمنا اليمن وأبونا الدين الإسلامي، لا يفرقنا بذلك شيئا وسنعود لأرضنا إن شاء الله. هنا الأبطال يؤكد أن أيديهم على الزناد وعيونهم ترصد تحركات ميليشيات الإرهاب الكهنوتية مهما حاولت استغلال المناسبات الدينية والاتفاقيات ونقض العهود صوب مواقع الأبطال. بمعنويات مرتفعة وعزيمة عالية يتحلى بها أبطال الأشاوس بمواقع الشرف والبطولة. لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من مديرية الدريهمي محافظة الحديدة.